طريق رملي وعر، هو ليس جزءاً من منطقة جبلية كما يتراءى للبعض، بل هي إحدى الطرق الرئيسة على مداخل بغداد، يشكل صدمة لدى السائحين القادمين من المحافظات والدول المجاورة والمارين عبر بوابات تلك المداخل للتعرف على مدينة قرأوا عنها الكثير وشاهدوا صوراً توثق عمرانها وحضارتها وتراثها العريق. فهل تتوافق تلك المواصفات التاريخية لعاصمة الرشيد مع واجهة بواباتها المتردي طرقاً وجسوراً ومباني؟ تعتبر يعني المدخل إلى بغداد هي الواجهة لأي مدينة يتم دخول بها، وعدم اهتمام بهذه الواجهات أو هذه المنافذ يعني عدم اهتمام بالمحافظة، لذلك يجب أن يكون هناك اهتمام على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الجمالي لهذه المداخل في بغداد. مداخل بغداد اليوم تعاني الإهمال بعد عامين على تصريح حكومي عن مشروع إعادة تأهيل المداخل الخمسة، والذي كان من المفترض أن يحال استشارياً ورقابياً إلى شركات عالمية خلال فترة وجيزة يتضمن مسارات للحمولات الثقيلة والعادية وأجهزة سونار مع بوابات وسيطرات، فضلاً عن شاشات إلكترونية وحفراً اختبارية وتنفيذ تقاطعات وجسور للمشاة وساحات للتبادل التجاري ومحطات الوقود واستراحة للمسافرين، لكنه لا زال حبراً على ورق. كنا نتصور بأن البلد إلى تطور إلى ازدهار، نشوف سنة عن سنة إلى العكس، نشوف المداخل دسوء أكثر. بوابات بغداد هي كلها سيئة عكس بوابات المحافظات، بوابات المحافظات يعني ما شاء الله صار تطور كلش رائع وجميل، نتمنى بأنه يتعلمون من المحافظات، بس ما نريد نتعلم من خارج دول. يتساءل العراقيون عن مدى مصداقية التصريحات الحكومية منذ عام 2003 حول المشاريع الخدمية والاستثمارية فيما يخص مداخل العاصمة بغداد مقارنة بمداخل المحافظات الأخرى شمالاً وغرباً وجنوباً، وجدية المباشرة بتنفيذها على الرغم من بعض المبادرات المتواضعة، أم ستقف تلك المشاريع هي الأخرى في طابور القضايا العالقة؟ لبرنامج حديث بغداد، مسأل قيسي، NBC العراق.